الصيام إيمانا واحتسابا من أبواب الخير في رمضان وفي غيره، ولكنه يتأكد في رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف من الصائم أفضل عند الله من ريح المسك. وجاء رجل من قضاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت صلوات الخمس وصمت الشهر وقمت رمضان وآتيت الزكاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. اللهم تقبل منا وتب علينا.